Я, Приходько Андрей Дмитриевич, 11.06.1994 года рождения, из подразделения Кракен, воинская часть А0458, сам уроженец города Мариуполя. До службы я занимался профессионально боксом, 15 лет стажа, имея такие регалии, как чемпион Украины и чемпион Кубка Украины, мастер спорта. Также параллельно занимался немного кикбоксингом, ну, в промежутке между боями по боксу. Там я призер чемпионата мира по разделу Full Contact. На службу я пришел по причине того, что мы с тренером не сошли взглядами и характерами. То есть я хотел перевестись в профессиональный бокс. Он меня останавливал, видел в любительском боксе. Вот. Ну и на этой почве, как скажем, домашняя бытовуха, мы не сошлись характерами. Я узнал, что там у нас в зале занимается человек со службы безопасности. السلام عليكم وتحياتي لكم. كما نرى أمامنا في الفيديو القبض على بطل أوكرانيا في الملاكمة أندريه بريفيدوكو في أرتوميو فيسك ويتم استجوابه، وطبعا كما ترون يتحدث اللغة الأوكرانية. نأخذ الخبر اللي بعده. إعلام ألمانيا تدعو لتأجيل انضمام أوكرانيا للناتو في قمة فيلينيوس. طيب، أفادت وسائل إعلام غربية اليوم عن مصدر في حلف شمال الأطلسي أن ألمانيا ستدعو في قمة الناتو المزمع عقدها في فيلينيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري إلى تأجيل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. يا عم يعني ألمانيا بتقول لهم مش عايزين مشاكل، وألمانيا صراحة عايزة يعني تعمل سلام مع روسيا لكن مش قادرة، وتم ضرب أنبوب الشمال ونورد ستريم وكل اتصال بين ألمانيا وروسيا ضرب بدون علم ألمانيا، وألمانيا كانت بتاخد الغاز الرخيص من روسيا ومستفيدة في الصناعة، ده يعني بقى الأمور غالية جدا هناك بسبب ضرب هذا الأنبوب بيشتروه بسعر 4 أضعاف وأنتوا عارفين. طيب لا، ألمانيا بتقول لك إحنا ما عايزينش وجع دماغ، من الآخر كده عايزين مش عايزين أوكرانيا تنضم لحلف الناتو. يعني لو انضمت هياخدوا إيه؟ إيه اللي هياخدوه يعني لو انضمت أوكرانيا لحلف الناتو؟ وبيقول لك برلين تتعامل بحذر في احتمال تقديم عدوية فورية، إنها تريد أن يكون لديها عملية وقت لتطوير الضمانات الأمنية وبالتالي منع العدوية فعليا. بتقول لهم احنا ندور يعني نعمل لكم ضمانات امنيه كده يعني كده وكده. واضاف المصدر ان المانيا لا تريد من فلاديمير بوتين ان يختبر الماده 5 من ميثاق الناتو بشان الدفاع الجماعي، والتي تنص على ان اي هجوم عدو مسلح عدوان مسلح، يعني بيقول لك الماده 5 دي بتقول اي عدوان مسلح على اي دوله من حلف الناتو، وحلف الناتو يقوم كله. بالمناسبه حلف الناتو قايم كله من زمان وبيحارب روسيا من زمان، وكل معدات حلف الناتو بتحارب وجيش حلف الناتو بيحارب، يعني ما فيش اي جديد يعني. طيب ناخد خبر اخر قبل الاخير. بيقول لك زيلينسكي يعين قائد جديد للحرس الوطني الاوكراني. يبدو ان زيلينسكي خايف على منصبه، فهنا افادت وسائل اعلام اوكرانيه انه عين الكسندر بيفينو ينيكو قائد جديد للحرس الوطني الاوكراني، والراجل ده كان حاصل على لقب بطل اوكرانيا، باين عليه بطل في يعني مصارعه او حاجه زي كده. قال لك يعني ده يبقى الحرس الوطني، حاجه غريبه يعني. يا راجل قوي يعني عنده عضلات، المخ والعضلات. فاكرين مسرحية المشاغبين اللي هي عادل إمام وسعيد صالح بيقول له أنا المخ، عادل إمام بيقول سعيد صالح أنا المخ وأنت العضلات، يعني قال زيلينسكي فيه مخ وجاب واحد عضلات ماشي. مسؤول بيقول لك انضمام اوكرانيا للناتو امر مستحيل، ده غير المانيا يعني تاني مسؤول اهو. اكدت سفيره لاتفيا لدى المانيا، قال لك ان اوكرانيا لا يمكنها ان تصبح عضو في حلف شمال الاطلسي في سياق الصراع المستمر، يعني ده تاني عضو. على فكره بالمناسبه عضويه حلف الناتو ما كانش يوافق كل الدول، لو دوله واحده اعترضت ما يحصلش انضمام. وقالت سفيره لاتفيا لدى المانيا ان مش ممكن اوكرانيا تنضم لحلف الناتو، وقالت فانا غا اسمها هي كده فانا غا بتقول لك ان انضمام اوكرانيا مستحيل. هذه القمة ستكون تاريخية وينبغي أن نبعث برسالة واضحة حول كيفية حماية الجانب الشرقي للناتو بشكل أفضل، كما أن هناك خطة في حلف شمال الأطلسي. وتابعت السفيرة قائلة في ظل ظروف الحرب من المستحيل القبول، لكننا نناقش أيضا بشكل مكثف الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها لأوكرانيا قبل الانضمام. يعني بيقول لهم احنا ندوكم ضمانات أمنية، يعني ندوكم سلاح. طب هم عطينهم سلاح وعطينهم كل أنواع الأسلحة، ورئيس بايدن قال لكننا مضطر لأني كل الأسلحة جربناها، فجرب الأسلحة
القنابل العنقودية ونديها لأوكرانيا، علشان هم في حاجة إليها، هم في حاجة إليها. وبعض المعلقين علق وقال لي إن يعني كتيبة أزوف دي كتيبة، هي فعلا كتيبة إرهابية، ولما قلت بطلة أبطال عليهم قلت لأنهم قدروا يصمدوا، هم فعلا إرهابيين، ويعني أنا ما أعرفش هم بيقولوا عليهم كده، أنا متحفظ على كل، لكن زي ما بقول لكم إن الكتيبة دي مدربة على القتل، وقد يبدو أنها مدربة على استخدام القنابل العنقودية. فهل ستقود كتيبة أزوف استخدام القنابل العنقودية في روسيا؟ هذا ما سنراه في الأيام القليلة المقبلة. تابعوا القناة واشتركوا في القناة حتى يصلكم كل جديد. محدثكم ظريف الأديب، تحياتي.